التدريب المحلية ديال هاد الجهة اللي كاينين هنايا خاصهم يشتغلوا من أجل خاصة هاد اللي حنا تنقولوا الهوامش ولا تنقولوا الجبل ولا تنقولوا البلايص اللي ما فيهاش هادشي بزاف. تيولي عندنا بني ملال عنده بزاف ولا المدن الحواضر عندها فين يقضيو وليداتهم بزاف المصالح ديالهم، هنايا ما عندهمش. لذلك حنا خصنا نكونوا هاد البديل، ولكن هاد البديل خصو يكون حقيقي، خصنا نشتغل اشتغال حقيقي، ماشي داكشي ديال الفيترينا، لا، خصنا نشتغلوا مع وليداتي يبقاو يجيو عندنا دائما يتعلموا ونفتخروا بان وليداتنا واحد النهار كانوا في الطفوله الشعبيه والان هما كما سمعتوا في هذا يعني عندهم مناصب كبرى، واللي لما كانش عندهم منصب على الاقل هو من الاهداف اللي كتسعى عليها الطفوله الشعبيه مواطن متوازي، مواطن متوازي. ما نطولش عليكم في الشفوي كثير الهضره لانه بزاف، ولكن غنغني لكم الوشيد واحد هو اللي انا ممكن نقول لكم هذه الذكرى تنغنيو. اهلا مرحبا اهلا مرحبا اهلا بذكرى طفولة الشعبية. اهلا مرحبا اهلا مرحبا اهلا بذكرى طفولة الشعبية، حلات اليوم حلات اليوم فمرحا حلات اليوم فمرحا إنه عيد سعيد. ما دعا الطير يغني 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 يغني، ومن الشوق يطير 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 ليلى دمت يا مثل بدر مستنيم. مرحبا 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 مرحبا. حمزه وكيلي المندوب الجهوي لحركه الطفوله الشعبيه جهاز ديال المغرب. مساء الخير تحيه دعويه لكل مكونات حركه الطفوله الشعبيه في المدينه، فرع ولاد البر وفرع النور في مولي. جد سعيد بالتواجد معكم اليوم هنايا في هذا الفرع الفاتي كما قبل قالوا الاخوان، ولكن فرع كنلقاو خدام في التيران وكيعطي الطفوله المغربيه وكيعطي الشباب المغربي. جد فخور انه بس الجهه ديالنا ثلاثه الفروع اللي هما قانونيين وثلاثه الفروع اللي خدامين وتقريبا هما اللي شادين الرياده في الصعيد الوطني. مرحبا بالناس ديال بني ملال، مرحبا بالناس ديال ولاد مبارك. دعوه فقط لكل المكونات ديال الجهه ناخذوا بيدين بعضياتنا كفروع ثلاثه، جغرافيا حنا قراب بعضياتنا وهذا كيعطينا ميزه جديده باش نخدموا كاملين مجموعين، نأطروا ونصفوا بيناتنا الاعمال الجهويه وانشطه جهويه. كتشوفوا اليوم الا كان فرع النور في مودي عنده مشاكل في بعض المواد ولا في بعض المسائل ولا الاليات ديال الشغال، بني ملال المدينه عنده في الحكايه يعطينا في مودي كما سبق لنا وقلنا هذه المساله هذه، ولا مبارك وبني ملال وفي مودي كاملين بحال بحال. مرحبا بكم مرة أخرى وشكرا لا ما نطول. والآن مع كلمة للسيد وليد مقدار رئيس فيدرالية الأندية الترشيحية بدار الشباب نور كومولي، ليتفضل. مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وليد مقداد رئيس اتحادية الأندية النشطة بدار الشرق نورث مودي. نيابة عن الوطن دار الشرق نورث مودي، أود أن أقدم لكم كل الشكر على حضوركم، وكل الشكر لكل من حضر وأوفى في هذا اللقاء الجميل، لقاء ذكرى الطفولة، ذكرى 68 للطفولة الشعبية. نشكركم جزيل كل الشكر على حضوركم، فحضور متميز ولنا الشرف لحضوركم. وبهذه المناسبة أود أن أشكر السيد بدر حسين مدير دار الشباب نورث مودي على السهر على فتح أبواب المؤسسة. ولا ننسى كذلك المدير التربوي إطار توفيق دواويس والإطار يونس شاكور على المجهودات المبذولة في كل هذه المدة لتحسين جودة الأنشطة بهذه المؤسسة وبهذه المنطقة اللي تفتقر مجموعة من الأنشطة اللي كيحاولوا بكل مجهوداتهم بكل المجهودات البسيطة بالتنسيق مع الشباب ديال المنطقة هذه ومساعدة ديال جمعية حركة الطفولة الشعبية. فكل الشكر لكم، كل الشكر لحركة الطفولة الشعبية على كل ما تقدموه لهذه المنطقة ولما تقدموه لأطفال منطقة فمودي وجامعة فمودي وجامعة ولاد البر. شكرا جزيلا لحركة الطفولة الشعبية وكل فروعها، وشكرا لكم جزيلا. من تقدير يونس شاكور التصفيقات حارة له.